الوجود يعني في العنوان اي واحد بغى يشاركنا يعني الاراء ديالو والحزن ديالو، فاحنا اخوه حاولنا اننا نقربكم اكثر من الصوره. الو السلام عليكم. عليكم السلام اخويا. كي دايره لاله؟ بخير لاباس الحمد لله. بارك الله فيك. منين كتبعينا اختي؟ مدينة مكناس. مدينة مكناس، تحية من الناس ديال مدينة مكناس، ناس العاصمة الإسماعيلية، مرحبا بكم. بلا شك أنك يعني تبعتي اللايف ديالنا وشتي هاد الأجواء هذه كيفاش دايرة. والله من البارح وحنا متبعين وحنا كنبارطاجي وحنا كندعيو للوليدة للخوت كلشي. والله القسم بالفعل يخرجوا يا ربي تفاجئها يا ربي. يعني من قبيله كنت كنتسنى الاتصال ديال شي بنت او امراه تحاول تتصل بيا باش نسولها على يعني نتوما غادي تكونوا اكثر كتحسوا بالام ديال هذا الطفل هذا. وعندنا بصح الله يصبرها وحتى نتوما هذا التعب ديالكم اللي تعبتوه ان شاء الله يخرج حي ورزاق ان شاء الله، وتفرحوا كاملين يا ربي. بالفعل عندك شي وليدات اختي؟ عندي بنية. يعني الاحساس ديالكم اللي كتمشي بنتك تقريبا غير للراود او لا كتغبر عليك غير هكا في البيت، يعني كيكون الاحساس ديالك؟ وي صحيح، الا مشات غير للمدرسه وتعطلات من با 5 مينيت ولا هذا راه كتجيك واحد الخلعه وكتجيك راك عاد ولدك راه في البير بزاف. يعني فما بالك يعني بهذه السيده هذه اللي تقريبا كتفصلها على الابن ديالها 32 متر وما قدرتش مسكينه ما قدروش. صعيب 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 بزاف والله الكبده صعيبه بزاف، ما يحس بها كما قلتي غير اللي عنده وليدات واللي كيتغطر والله. وكتبقى يعني كيبقى الدور ديال الام يعني دور يعني اللي هو كبير بزاف، والام يعني كنعرفوها بالحنان ديالها وبالاحساس ديالها، يعني هي اللي غادي تكون اكثر، بالرغم من انه ملي دوزنا الاب ديال هذا الطفل هذا يعني كان منهار وما قدرش يكمل معنا يعني بالبكاء، حاولنا اننا نودعوه لفوق ومازال كيتسنى الفرج. شنو الله يصبروا ويصبر العائله ديالو كاملين يا ربي. واخا نرجعوا لواحد النقطه، شنو الرساله ديالك لجميع الامهات؟ يعني قدر الله ما شاء فعل الامهات اللي كيحاولوا انهم يفرطوا في وليداتهم او انهم ما يردوش لهم البال. الرساله ديالي اخويا هي ان بنادم يرد البال لوليداته، الا غابوا عليه غير شويه يرد البال، حيت الافات كيوقع وكل شيء. والله انا ندوز الوليده ديالي اخويا راه بغات تدعي معاكم وبغات تهضر معاك. مرحبا. الو السلام عليكم. الله يعاونكم. كي دايره الميمه؟ لاباس عليك بخير. اللايف رجعنا عنده. كتبعي معنا اللايف؟ نعم اسيدي نعم. كيفاش يعني استقبلتي يعني هذا الخبر هذا ملي جاك الخبر ميمتي بلي واحد الطفل في عمره 5 سنين يعني تحت الارض، شنو كان الاحساس ديالكم؟ خاصية من ولادي والله. يعني حسيتي بديك الامومه وعرفتي بحق الام ديالو؟ باش هاد الشيء سهل ما فيهش واحد العوان واحد الكتاب والله يفرج عليهم. يا ربي امين. وبغينا منك شي دعوه ميمتي يعني في هاد الاثناء. الله يفرج علينا. يا ربي امين. والله يخلي لك صحتك والله يخلي لك وليداتك وشكرا. الحمد لله. يعني باش نقربك من الصوره، هنايا في هذا المكان هذا كاينين الناس من جميع يعني انحاء المدن المغربيه، يعني كاينين الناس جاوا من الصحراء، ناس جاوا من اكادير، ناس جاوا من جميع بقاع المغرب جاوا لهذا المكان هذا. يعني هذا الشيء كيفرح ديما كنطمنوا في حاجه صعبه. بالفعل هذا الشيء كيفرحنا الحمد لله. ودابا الاخبار عندكم اخويا باقي حيات؟ الاخبار اختي يعني الحدود هذا المساء يعني هو الطفل يعني مازال حي يعني حسب يعني كاين. هذه راه معجزه من الله. بالفعل بالفعل لانه باش نقربكم ونقرب المشاهدين اكثر، انه كاينه واحد الغرفه الفوق يعني مخصصه للكاميرا اللي كتراقب جميع التحركات ديال هذا الطفل هذا في هذا المكان. اشترك الان في قناه اشواق تي في.
وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.